من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال الرب يسوع: من شكك واحدا من هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه رحى الحمار ويزج به في عمق البحر. الويل للعالم من الشكوك، فلابد أن تقع الشكوك، ولكن الويل لمن تقع الشكوك بسببه. فإن كانت يدك أو رجلك سبب عثرة لك فاقطعها وألقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع أو أعرج من أن يكون لك يدان أو رجلان وتلقى في النار الأبدية. وإن كانت عينك سبب عثرة لك فاقلعها وألقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة بعين واحدة من أن يكون لك عينان وتلقى في نار جهنم. انظروا، لا تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. حقا والأمان لجميعكم.